Hello my students, how are you? I hope all of you are fine. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. We are back again to talk about the first tense. Are you ready? Let's go! Today we are talking about the present simple tense. وفي كل tense هنتكلم عنه لازم نعرف اول حاجة الـ usage. طب miss my what's meaning of usage? Usage mean الاستخدام. هنشوف الاستخدام بتاع التنس دوت ايه. Okay, this tense express about the habits. ويعني ايه habits؟ habits يعني عادات. يبقى number one عندي في الاستخدام بتاع present simple the habits او الhabits العادات. For example, they watch TV every evening. هما بيتفرجوا على التلفزيون كل يوم بالليل. طيب number two, he drinks tea in his breakfast. هو بيشرب الشاي في الفطار بتاعه. يبقى هو متعود على كده. يبقى it's a it's habit. Okay. Number two. Number two. Repeated action. إيه هو repeated action? What's the meaning of repeated action يا ميس ماي? Repeated action يعني إيه? Repeated actions mean this actions happens again and again. معناها ايه؟ معناها ان الاكشن اللي انا بعمله دوت happens يعني بيحصل again and again يعني مرة ومرة ومرة كتير جدا. For example زي ما احنا شايفين كده I get up at 6 o'clock every morning. انا بصحى الساعة 6 كل يوم الصبح. ده يبقى اسمه ايه؟ ده يبقى اسمه repeated action. اوكي؟ وبكده يبقى عرفنا الـ usage بتاعت الـ present simple tense. قلنا number one habits, number two repeated action. طيب now we need to know its keywords. تعالوا نشوف الـ keywords. Each tense كل زمن has keywords بيكون ليه كلمات دل عليه. والكلمات الدالة دي بتكون ايه؟ بتكون refer to this tense. بتكون ايه؟ بتكون بتشير او بتعبر عن الزمن دوت. طيب what are the keywords of the present simple؟ ايه هي ميس ماي الـ keywords بتاعت الـ present simple؟ تعالوا نشوف الـ keywords بتاعت الـ present simple. Number one عندي always. 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 Number two usually. 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 Number three often. 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 Number four sometimes. 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 وبكده يبقى عرفنا الـ keywords بتاعت الـ present simple tense. طيب تعالوا نشوف بقى what is the form of this tense. ايه التكوين بتاع الزمن دوت؟ تعالوا نشوف. تعالوا نشوف الـ form بتاعت الـ present simple مع I, we, you, they. ايه الـ form بتاعته بقى مع I, we, you, they؟ اللي بيجي بعديهم infinitive. What's the meaning of infinitive يا ميس ماي؟ Infinitive يعني the first form of the verb. يعني ايه برضو؟ أو clean verb. يعني ايه؟ Without any addition. يعني الverb بتاعي بيكون الفعل الأساسي بدون أي إضافات. طيب for example عايز أقول أنا بلعب. أقول ايه؟ I play. طيب عندي بعد كده we sleep. هنا قلنا play ما ضفناش ليها any letters ما ضفناش فيها اي حروف. sleep برضه ما ضفناش فيها اي حاجه. الفيرب عندي هنا ايه؟ infinitive. اوكي طيب عندي ايه تاني؟ you run, they read. اوكي يعني الفيرب بتاعي بدون اي اضافات. الفيرب بتاعي قلنا the first form of the verb. طيب done. اوكي قال لي بس يا ميس ماي تكير بقى مع السنجلر بروناونز. ايه ده؟ مالهم؟ تعالوا نشوف اللي هم مين. قال لي اللي هم هي شي ات. مالهم؟ قال لي الفيرب بعديهم بنكون ايه؟ وي اد اس اور اي اس اور اي اي اس تو ذا فيرب. يعني انا بضيف للفيرب اس اور اي اس اور اي اي اس. امتى؟ هقول لكم الحالات كلها واحده واحده. طب ناخد الاول اكزامبل. فور اكزامبل هي بلايز. ادي بلاي عندي الفيرب او بلاي هنا ضفنا له ايه؟ اس.
Okay. She drinks. She drinks. Definitely drink. Letter S. Type. It runs. It runs. Definitely الverب هنا. Letter S. طيب امتى يا ميس ماي بضيف للverb S or ES or IES؟ Number one عندي. In generally we add S to the verb. For example عندي read بقت reads. ضفنا لها S. طيب هتبقى زي الصورة اللي قدامي كده. She reads. يبقى كان عندي الverb في الأول ايه؟ read. عملنا ايه؟ ضفنا له ايه؟ S. Okay. Number two. Play بقت plays. ادي عندي play ضفنا لها s بقت plays. طب السنتنس بتاعتي he plays. ادي السبجكت بتاعي he بعد كده الverb plus s he plays. اوكي طيب امتى يا ميس ما يضيف للverb es؟ We add es to the verb if the verb ends in x o s s s c h SS. يعني لو الفيرب بتاعي يا ميس ماي انتهى ب X أو O أو SS أو CH أو SH بضيف لي ES. For example number one عندي go. طيب لما جيت أضيف go مع السبجكت بتاعي اللي هو she بقت goes. طب ليه يا ميس ماي هنا قلنا goes؟ لأن الفيرب بتاعي go اللتر الاخير اللي فيه او، واحنا قلنا لو الوردز بتاعتي او الفيرب بتاعي انتهى بلتر او بضيف لي اي اس زي ما احنا شايفين. طيب عندي واش. واش واش انتهت بايه؟ باس اتش. طيب لما جيت اضيفها مع هي هضيف لها اي اس. ليه يا ميس ماي ضفنا لها اي اس؟ لان واش انتهت بايه؟ بس اتش. تاني هرجع لنمبر 1 جو. هشوف الفيرب بتاعي انتهى بايه؟ الفيرب بتاعي يا ميس ماي انتهى بلتر او. طيب يبقى ايه؟ وي اد اي اس هتبقى جو هتبقى جوز. طيب الفيرب التاني اللي عندي واش. طيب هبص برده على الانس ليترز بتاعته اس اتش يا ميس ماي يبقى واشز هضيف له اي اس. اوكي طيب اوكي يبقى احنا كده عرفنا امتى بضيف للفيرب اس وامتى بضيف للفيرب اي اس. طيب انت بقى يا ميس ماي بضيف للفيرب بتاعي اي اي اس؟ تعالوا نشوف. نمبر 3 تالت حاله عندي اللي هي الاي اي اس. قال لي وي اد اي اي اس تو ذا فيرب اف اندز ان ا كونسونانت بلس واي. يعني اف ذا فيرب اندز ان واي وقبله consonant لو الverb بتاعي انتهى بلتر y وقبله consonant اللي هو الحرف الساكن هعمل ايه؟ we cancel y and add i e s. هcancel y هشيل letter y وهضيف مكانه i e s. okay for example study. عندي هنا study. okay study ends in y وقبلها حرف ساكن يبقى هعمل ايه؟ هحذف الواي and add i e s زي ما انتوا شايفين study اهي اخر لتر فيها كان عندي y. طيب وقبل الواي كان عندي consonant حرف ساكن اللي هو d. طيب هعمل ايه؟ هكنسل لتر y هشيل لتر y واضيف i e s. اوكي تمام يلا نحل مع بعض الاكسرسايز دوت. هنا مطلوب مني correct. يعني ايه correct يا ميس ماي؟ يعني اصحح. جايب لي الفيرب غلط مكتوب غلط مطلوب مني اصححه. اوكي نمبر 1 I what جايب لي هنا gets up at 6 o'clock. طيب احنا قلنا مع I we you they قلنا الفيرب بتاعي بيكون infinitive. اوكي طيب gets كده صح؟ raise your voice. excellent. no كده gets غلط يبقى المفروض الverb بتاعي يبقى infinitive. okay وانا يعني infinitive يعني clean verb. طيب هتبقى برافو عليك وشاطرين get.
هتبقى get. I get up at 6 o'clock. Okay, number 2. She eat sandwiches. She eat, هي كده eat صح؟ مع she هتبقى eat. احنا مش قلنا مع he و she و it، يبقى ال verb plus s or es or ies. Okay, eat. هتبقى excellent، برافو عليكو، هتبقى eats، هضيف لها s. برافو عليكو، شاطرين جدا. طيب number 3. I goes to school. ايه ده يا مس مي؟ هنا goes ازاي؟ احنا مش قلنا مع I, we, you, they، يبقى الverb infinitive. برافو عليكو، شاطرين. طيب يبقى goes دي هتبقى برافو، go. هعمل ايه؟ we cancel es، كنسلنا ال es. برافو عليكو. طيب number 4. he listen to music. he listen هتبقى listen كده صح؟ no. طيب المفروض هتبقى ايه؟ برافو عليكو، سمعاكو شاطرين جدا. listens هضيف لها letter s، تبقى he listens to music. ليه هنا قلنا او ليه هنا ضفنا letter s؟ لان احنا قلنا means my مع ال present simple مع he she it، بيبقى الverb plus s or es or ies. برافو عليكم. طيب number 4، sorry number 5. they often visit their uncle. visits كده صح؟ no. امال ايه؟ برافو عليكم، infinitive. يبقى I, we, you, they plus infinitive. طيب visits كده صح؟ قلنا no. طيب هتبقى ايه؟ visit. برافو عليكم، شاطرين جدا، شاطرين جدا جدا النهارده، برافو عليكم. اوكي احنا بكده نكون خلصنا الفورم والكيوردز بتاعت البريزنت سامبل. ان شاء الله الفيديو الجاي هشرح النيجاتيف فورم والكويستشن. اوكي I hope this video or this part of this tense was useful and simple. وزي ما عودتكم هسيب لكم في الديسكريبشن لينك للهوم ورك نحله ونرفع الانسر بتاعتنا في الكومنتس. تمام؟ اوكي don't forget to follow us on Facebook and don't forget to subscribe our channel. Thanks for watching. See you soon. Bye.